نكمل معكم الساعة الثانية من الحرة الليلة من ملف التغطية الخاصة بإيران، ونتناول اليوم وكلاء النظام الإيراني في الشرق الأوسط، أي دور وأي مستقبل؟ الدور الإيراني في الشرق الأوسط تاريخي ومتغير، يميزه تداخل استراتيجي بين الدين والأيديولوجيا والسياسة والديناميات الإقليمية. ونظرا لموقعها في قلب منعطفات جيوسياسية حيوية، تترتب على تصرفات إيران آثار بعيدة المدى يتردد صداها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وتشكل تعقيدات تحيط بسياسة إيران الإقليمية، والتي تتكون من مزيج من الموروثات التاريخية والتوجهات الأيديولوجية والمصالح الاستراتيجية وكذلك التطلعات السياسية. تشكل أهمية علاقات إيران مع دول الجوار الممتدة من تركيا في الشمال الغربي إلى الدول الخليجية في الجنوب جانبا أساسيا من سياستها الإقليمية. فأي دور وأي مستقبل يوكل النظام الإيراني في الشرق الأوسط؟ وهل إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني سيحرم إيران من أبرز أذرعها في المنطقة؟ وكيف سيكون سلوك إيران بالمنطقة بعد تراجع دور حزب الله في ضوء الاتفاق الأخير؟ هل ستلجأ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسياسة ضرب الأذرع درءا لخطر إيران؟ وما هي سياسته لوقف التمدد الإيراني في الشرق الأوسط؟ كان على إيران الثورة الإسلامية أن تعيد بناء نفوذها في المنطقة. This goes back to the Iran-Iraq war when Iranians found themselves extremely isolated with no friends in the region and no allies. فكيف حاولت إيران الخروج من عزلتها؟ تحركات غيرت المشهد الجيوسياسي بشكل غير مسبوق. لبنان واليمن والعراق وفلسطين وسوريا دول تأثرت بالتدخل الإيراني، وكل منها يحمل قصة منفصلة عن كيفية تأثير هذا التدخل على الأوضاع الداخلية والإقليمية. في العراق، علاقة إيران الوثيقة بالميليشيات الشيعية بدأت في خضم الحرب بين البلدين. فيلق بدر أسسه الحرس الثوري الإيراني ليكون الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ويخوض صراعاً لنحو عقدين مع نظام البعث في العراق. بعد سقوط نظام صدام حسين، تحول فيلق بدر إلى منظمة بدر التي انفصلت لاحقاً عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. تعد منظمة بدر حالياً لاعباً سياسياً رئيسياً في العراق، وتمتلك كتلة وازنة في البرلمان، وتدير عدداً من الألوية والوحدات داخل قوات الحشد الشعبي، وشاركت مثل عدد كبير من الميليشيات العراقية المسلحة في الحرب في سوريا دعماً لنظام بشار الأسد. في السنوات الأخيرة باتت منظمة بدر أقل تأثيراً من فصائل أخرى دربتها عسكرياً وتمولها إيران، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء، وأصبحت من خلالها تحظى بنفوذ هائل في الشأن السياسي والأمني العراقي. After the war, Iran starts spending a lot of money and material resources in supporting these groups. For example, Hezbollah, which I call it the queen of Iran's proxy forces, is established to limit Israel's freedom of action in the region. I do not believe that Hezbollah has been created to destroy Israel. It doesn't even have the capability to do so, but rather it is there to limit Israel's freedom of action and to threaten Israel if it attacks Iran. حزب الله ظهر إلى الوجود في النصف الأول من الثمانينيات أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. في ذلك الوقت إيران دعمت إنشاء الحزب. 1500 من قوات الحرس الثوري الإيراني بتنسيق مع نظام الأسد في سوريا دربوا عناصر حزب الله الوليد، والذي تحول إلى قوة لا يستهان بها سياسياً وعسكرياً. Iran's support for Hezbollah has been both political and financial and military, meaning that Iran supports them politically. Hezbollah is quite popular in Lebanon. It's a political group. It's a political party that has representatives in Lebanese parliament.
But also in terms of the military aspect, Iran supports Hezbollah to limit Israel's freedom of action. And it has been the most successful militia group that Iran has created. إيران التي لا تعترف بإسرائيل منذ قيام الثورة الإسلامية وتعتبرها كياناً غاصباً تبنت موقفاً عدائياً تجاهها من خلال الدعم المستمر لحركات فلسطينية مثل حماس. العلاقة مع حماس تطورت في بداية التسعينيات على خلفية محادثات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. تلقت حماس تمويلاً مستمراً من طهران، وتلقى مقاتلوها تدريبات عسكرية في قواعد تتبع الحرس الثورية في إيران ولبنان. Iran's support for Palestinian groups has two dimensions. One in terms of ideological aspect, which Iran wants to portray itself as the champion of the Palestinian cause and increase its influence and soft power in the Arab population by being more Catholic than the Pope. بالنظر إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، فإن الدور الإيراني يظل أحد التحديات الأساسية التي تواجه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. فهل يمكن أن يكتب فصل جديد لهذه العلاقات يحقق استقراراً أكثر؟ أم أن الصراع سيظل عنوان المرحلة القادمة؟ تستمر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بجهودها للحد من قدرات الجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تستهدف القوات الأمريكية بين الحين والآخر في سوريا والعراق والأردن. ونفذت القوات الأمريكية خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى نوفمبر من العام الحالي ضربات عدة استهدفت قيادات ومقار ومستودعات أسلحة وصواريخ لفصائل موالية لإيران في سوريا والعراق واليمن. نتابع تفاصيل أكثر مع مراسلة الحرة من البنتاغون وفاء إجباعي. لا شك أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهديد الذي تشكله أذرع إيران في المنطقة بكثير من الجدية، لا سيما أن الخطر الأكبر على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحديدا في العراق وسوريا يأتي من هذه المجموعات الموالية لإيران ووكلاء إيران. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا سوريا والأردن منذ أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر الحالي 206، نتحدث عن 79 هجوما في العراق و125 هجوما في سوريا وهجومين في الأردن. لذا القوات الأمريكية تقوم بشكل دوري باستهداف هذه المجموعات تحديدا في العراق وسوريا. في الفترة الأخيرة تكثفت هذه العمليات المركزة والمحددة تحديدا في 11 و 12 من نوفمبر، شنت القوات الأمريكية هجوم على مجموعات موالية لإيران في سوريا ضد مخازن للأسلحة والعتاد والصواريخ. أيضا تقوم القوات الأمريكية باستهداف قيادات لمجموعات موالية لإيران، كاستهداف قيادات كتائب حزب الله العراقي، والتي تقول الولايات المتحدة أن هذه القيادات مسؤولة عن تنفيذ وتخطيط لهجمات ضد القوات الأمريكية. ولعل الهجوم الأبرز الذي نفذته القوات الأمريكية في العراق وسوريا كان في فبراير الماضي، عندما تم استهداف مجموعات موالية لإيران أيضا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتم استخدام طائرات مقاتلة بطبيعة الحال، ولكن أيضا قاذفات B-52 استراتيجية وبعيدة المدى، وتم ضرب مخازن للأسلحة، مخازن للمسيرات والصواريخ، وأيضا مرافق الإمدادات اللوجستية لهذه المجموعات. والهدف بطبيعة الحال هو إضعاف قدرة هذه المجموعات على ضرب وتوجيه الضربات والهجمات للقوات الأمريكية. وللمزيد معي من واشنطن باتريك كلاوسن، مدير برنامج فيتربي بشأن إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى،
وينضم إلي من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا وسهلا بكما. سيد كلاوسن، أريد أن أبدأ معك مما قالته إيران ورحبت به بوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. هي رحبت بذلك، ولكن هل تعتقد بأنها خسرت القوة التي كانت تتمتع بها أو يتمتع بها حزب الله في جنوب لبنان، وإبعاد الحزب الآن لما بعد الليطاني؟ نعم، إيران خسرت قدرات ردعية كبيرة لدى حزب الله. حزب الله ربما خسر معظم صواريخه طويلة الأمد، وإسرائيل أقل خوفاً من حزب الله وما يمكنه عمله بالمقارنة مع الفترة السابقة قبل العمليات. لسنوات الإسرائيليون كانوا مترددين في القيام بعمل ما ضد لبنان، وفي الواقع كانوا مترددين جدا القيام بعمل ضد إيران. إسرائيل الآن ليست خائفة من ضرب إيران إذا شعرت أن هناك حاجة لذلك. هذا تغير كبير، بمعنى إسرائيل لسنوات كانت مردوعة وتمتنع عن القيام بأي عمل ضد إيران وحلفائها خشية الرد. الآن الخوف أقل مما كان عليه في الماضي. سيد عباس خميار، هل إيران خسرت قوة الردع هذه بانسحاب بحسب هذا الاتفاق عناصر حزب الله إلى ما بعد الليطاني؟ نعم، أنا أتصور يعني كثير من هذه المفردات التي سمعته من خلال التقارير المختلفة أذرع إيران، لا أعرف أدوات إيران، هذه الأمور وهذه المصطلحات قد ورلى عليها الزمن. الحقيقة هذه بما يتعلق بتقريركم عن العراق، هذه منظومة دفاعية هي ضمن المنظومة الدفاعية العراقية الرسمية. هذا الحشد الشعبي هو ضمن المنظومة الدفاعية الرسمية العراقية. التيارات السياسية والعسكرية والجهادية في فلسطين هذه قوى فلسطينية بامتياز تدافع عن أرضها وتريد تحرير الأرض وتحرير وطنها. ما يتعلق بحزب الله والمقاومة هي التي أردعت إسرائيل، هي التي أخرجت إسرائيل، وهي التي كانت أساسا نتيجة الاحتلال. عندما وصل الكيان الصهيوني عام 1982 إلى بيروت، هذا الاحتلال بهذه الطريقة والمجازر التي ارتكبت في بيروت وفي لبنان وفي الجنوب اللبناني وفي صبرا وشتلة، هذه هي التي أنتجت حزب الله. ولكن سيد عباس، ضيفي قبل قليل من واشنطن يقول إسرائيل كانت مردوعة في السابق من ضرب إيران، اليوم هذا الرادع المتمثل بحزب الله لم يعد موجودا كما يقول، وبالتالي إسرائيل لا تخشى من ضرب إيران. لا أبدا، هذا اليوم الرأي العام العالمي عم يحكم ماذا يجري. إسرائيل أضعف بكثير مما كانت عليه. قد انتهت إسرائيل بشكلها الذي كانت تصوره للعالم. دعنا عن القصف الجوي وقتل الأبرياء والإبادة التي نشاهدها في غزة وفي جنوب لبنان والبقاع، هذه جرائم ترتكب. اليوم رمز الكيان الصهيوني هو يعني محكوم بإلقاء القبض عليه من مؤسسات حقوقية دولية. لن يحصل في تاريخ الاحتلال هكذا مشاهد. اليوم الإسرائيليون هم أنفسهم يتحدثون عن الخسائر الكبرى ويتحدثون عن الفشل الذريع للاحتلال ولنتنياهو في لبنان وفي غزة. اليوم طيب، لو سمحت لي سيد عباس، تفضل. لو سمحت اليوم الإسرائيليون لن يستطيعوا أن يحرروا أسراهم بعد 14 يوم. إسرائيل نعم، إسرائيل ما زالت مردوعة. إسرائيل يعني تقصد 14 شهرا. نعم
نعم. طيب أريد أن أعود لسيد باتريك كلاوسن. سيد باتريك ما رأيك؟ القتال في غزة كان شرسا، وإسرائيل ألحقت ضرر كبير بحماس، ولكن كما قال الضيف إسرائيل لم تتمكن من تأمين الإفراج عن الرهائن، وبالتالي القتال في غزة قد يستمر لفترة من الوقت، ولكن لن يكون سهلا الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة كما كان الحال في لبنان. في لبنان حزب الله نظر على الموقف وقال استمرار الحرب ليس في مصلحة حزب الله، ووافق على وقف لإطلاق النار، بينما في غزة حماس لم تصل إلى نفس النتيجة، وبالتالي القتال في غزة محتمل أن يستمر لفترة من الوقت، ولكن حماس لم تحقق أهدافها، وبالطبع إسرائيل حققت جزء من أهدافها في غزة، وبالتالي هذه الحرب لم تنتهي حتى الآن. سيد كلاوسن، ونحن نتحدث عن يعني إمكانيات إيران في المنطقة، سأعود إليك سيد عباس، سأعود إليك، ولكن فقط لو سمحت تفضل تفضل بس سريعا أرجوك. يعني هل قتل عشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء، وهل تدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة، هل هذا هو انتصار، وهل هذا يرمز إلى قوة الكيان الصهيوني، وهل هو هذا انتصار على حماس؟ طيب هذه النقطة واضحة سيد عباس، لكن أريد أن أسأل سيد باتريك فيما يتعلق باليمن على سبيل المثال. سيد عباس أرجوك، أنا لدي وقت محدد أريد أن أوزعه بينكما. سيد باتريك، الآن فيما يتعلق باليمن على سبيل المثال، كانت هناك ضربات كثيرة من الحوثيين وهم مدعومون من إيران، ولسفن حتى سفن حربية أمريكية في المنطقة. إذا كان حزب الله تراجع لما بعد الليطاني، فهل هذا يعني بأن إيران خسرت في المنطقة، أم أن ما زال هناك قوة للحوثيين، هناك قوة أيضا موجودة في العراق، وبالتالي لا يمكن أن نسمي ذلك خسارة؟ ما رأيك؟ لا يوجد شك في أن الحوثيين مستمرون في هجماتهم على السفن. نتيجة لذلك معظم أعمال الملاحة تركت البحر الأحمر، والآن تتحرك عن طريق إفريقيا. تأثير الحوثيين الآن أقل مما كان عليه. ما فعله الحوثيون هو حرمان مصر من الدخل دخل قناة السويس، وهذا سبب الكثير من المشاكل للدول حول البحر الأحمر. في رأيي الحوثيون لم يحققوا الكثير من ناحية تثبيط همة إسرائيل على الحرب أو الاستمرار في الحرب في غزة. صحيح أن الحوثيين استمروا في هجماتهم، نعم، والبحرية الغربية حاولت أن توقفهم بدون نجاح، ولكن أيضا هجمات الحوثي لم يكن لها تأثير كبير. سيد عباس، هناك إدارة أمريكية جديدة ستأتي بعد أقل من شهرين إلى البيت الأبيض بفوز الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب. هل هناك خشية أو تخوف أو ترقب داخل إيران لآلية التعامل مع الرئيس ترامب، خصوصا وأنها خبرت كيف تعامل معها في ولايته الأولى باستخدامه أو انتهاجه للضغوط القصوى والعقوبات القصوى التي عبر عنها؟ الحقيقة يجب أن نعرف ونعترف بأن الجمهوريين والديمقراطيين كانوا دائما هم الخصم، لا فرق بين هؤلاء تجاه إيران. على مدى العقود الأربعة الماضية كانت دائما إيران هي ضحية لهذين التيارين أو لهذين الإدارتين. أنا أريد أن أقول وأتساءل، وهذا يعني مع الأسف هناك جدار سميك لعدم الثقة بين طهران وواشنطن. أنا أريد أن أسألكم، هل كان الدكتور محمد مصدق عام 1952 يملك إيديولوجية ثورية، وليكن يملك
مشروع نووي ويملك منظومة صاروخية، ولكن لماذا قامت واشنطن مع بريطانيا بالانقلاب العسكري عليه وأطاحته عام 1952؟ هذه جدار عدم الثقة ما زال بين واشنطن وطهران جدارا سميكا. أنا أتصور التجربة التاريخية تفرض على الإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة ترامب لإعادة النظر إذا كان يريد الحقيقة في آخر في سنوات الأخيرة لولايته، نعم، أن يضع منطقة آمنة وعالم أكثر أمنا. هناك يقال بأن، وهذه خصوصية الرئيس الجديد، بأنه هو ربما يكون تاجرا كبيرا وفي نفس الوقت هو رجل مفاجآت، ولكن أتصور الإيرانيون مستعدون لسيناريوهات متعددة ولا يخشون أي عمل طارئ لأنهم تعودوا على هذه. بإشارتك إلى الصفقات التي يستطيع الرئيس المنتخب الجمهوري إدارتها وإبرامها، سيد كلاوسن، هل تتوقع بأن الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة الرئيس ترامب، ستتعامل بذات الطريقة بالضغوط والعقوبات القصوى، أم قد يقدم على إبرام صفقة واتفاق مع الإيرانيين؟ السيد ترامب منفتح على الاتفاقيات، ولكن إيران ليست أولوية له، لديه أجندة حافلة بأشياء سيفعلها داخل البلاد. حتى بالنسبة للشؤون الدولية أولويته ليست إيران وإنما التعامل مع الصين وتهديد الصين، ولكن السيد ترامب لا يعجبه أن يقوم أحدهم بالهجوم عليه. ترامب حذر أو حذر أن إيران حاولت قتله، وربما تذكر أن ترامب تعرض في شهر يوليو لمحاولة اغتيال وأطلقت النيران عليه. هو يأخذ بجدية تقارير أن إيران حاولت قتله، ولديه أيضا هذه أكاذيب مع الأسف، هذه أكاذيب إعلامية تطلق، ولكن في نفس الوقت فندت هذه الاتهامات. شكرا جزيلا لضيفينا، كان معي من واشنطن باتريك كلاوسن مدير برنامج فيتربي بشأن إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن، وكذلك أشكر ضيفي من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق.